في إطار الجدول الزمني لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية، أعلن الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الإسكان عن بدء توزيع شقق التمليك بالعمارات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان بمشروع توبلي الإسكاني. وصرح وكيل وزارة الإسكان على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين أن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة كانت قد قامت يوم أمس بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع، حيث ثمن المواطنون أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية وتوجهوا بالشكر إلى القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ومتوليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم. وبين الشيخ عبد الله بن أحمد أن مشروع توبلي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018، وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي في محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية الواردة في برنامج عمل الحكومة. وقال الوكيل أن مشروع توبلي مكون من وحدات سكنية وشقق تمليك، وأن الوزارة كانت قد شرعت في توزيع الوحدات السكنية العام الماضي من خلال برنامج تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 6200 وحدة سكنية بواقع 3000 وحدة سكنية كمرحلة أولى و3200 كمرحلة إضافية، وهي الوحدات التي شرعت الوزارة اعتبارا من الشهر الجاري في تسليم عقودها ومفاتيحها إلى المستفيدين. وأكد وكيل وزارة الإسكان أن برنامج توزيع 4200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد يسير وفق الجدول الزمني المخصص له. تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد بتوزيع 4200 وحدة سكنية، قامت وزارة الإسكان بتوزيع صباح اليوم بتوزيع شقق التمليك في مشروع توبلي الإسكاني. طبعا مشروع توبلي الإسكاني يتكون من جزئين، وحدات سكنية اللي هي بيوت، وطبعا شقق التمليك. شقق التمليك في مشروع توبلي جدا متميزة، طبعا يعني لو تكلمنا عن التصميم الخارجي، التصميم الخارجي جدا جميل ومتميز. بالنسبة للتصميم الداخلي، هي في الواقع شقق تمليك توبلي هي مساحتها تعادل مساحة المنازل، لا تختلف عن مساحة المنازل، في تتكون من يعني مساحتها من 200 متر مربع أو أزيد، 203 أو 206 متر مربع. طبعا فيها مجالس خاصة وصالة ومكان لغرفة طعام وأربع غرف نوم وحمامات، أربع غرف نوم فيها غرفتين ماستر بيدروم. طبعا فهذه خصائص تعطي كلها للشقق التمليك توبلي يعني ميزة كبيرة.